اتفضل عرف نفسك. انا نتلفت الثورة، اسمي مصطفى يحيى حسن، باجي هنا محاكمات انضم من اهل الشهداء على انضمام هذه الرئيس المخلوع المستدب الظالم الذي النظام مش راضين يحاكموه. حضرتك اول امبارح حاكمونا بجلسه من يوم جلسه يعني. يوم الاثنين بجلسه يوم الخميس بسرعتنا ليوم الخميس. هل ده يرضي ربنا؟ هل ده يصلح ان اهالي الشهداء يتحاكموا وشباب من الثوار يحاكموهم وحزب الوطني قاعدين، حزب الوطني قاعدين جوه بيحموهم امن المركزي وهم اللي بيعملوا الفوضى ويجي ياخدونا من اللي على الارصاد؟ ايه اللي حصل معاك؟ انا عرفت ان انت اتقبض عليك، اتقبض عليك يوم جلسه الاثنين يوم 5 سبتمبر. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان الست بتوع مؤيدين مبارك أيوه. عملوا فوضى، شالوا الاسوار وضربوها على الامن المركزي وهم معاهم بلطجيه. احنا بنشوفهم في مصطفى محمود انزلوا مصطفى محمود، اللي قاعدين دول قاعدين هناك بلطجيه وبياعين قدام جامع مصطفى محمود. دول بينزلوا بيعملوا فوضى، احنا اهل الشهداء بيبقى قاعدين في حالهم وهم بيعملوا فوضى. ايه اللي حصل؟ انا سمعت حصل الشبكات وحصل تم القبض عليك يوم الاثنين وطلعت بكفاله، احكي لي القصه دي. ايه اللي حصل؟ القصه ان احنا واقفين على الارصفه في حالي، ضابط امن مركزي خدني من جنبي، فلما خدني من جنبي راح نادى كام عسكري جم نطوا على رقبتي وشدوني وضربوني، وضرب يعني في منتهى القسوه، ضرب بتاع امن مركزي مش بتاع ايام النظام، ده نظام ظالم. الامن المركزي بيقيد مبارك. انا عايزك تحكي لي اللي حصل معاك في اسم، في الاسم رحت الاسم اتعامل معطل خدت كفاله. رحنا الاسم واحنا داخلين المحاكمه اليوم ما خدونا ضربونا جوه وعذبونا وبيضربوا جوه ضرب غبي جوه المحكمه. هذه المحكمه اللي بيحكم فيها مبارك ابناء الثوره واولاد الشهداء بيتضربوا جوه المحاكمه، وابناء مبارك بيتحموا من امن المركزي ومن النظام من ايدين مبارك. اولاد العدلي، اولاد العدل لسه موجودين، والعيسوي قاعد في مكتبه وسايب النظام لسه موجود. تم القبض عليك يوم الاثنين، ايه اللي حصل؟ اللي حصل خدوني وعملوا لي الامن المركزي راح عمل لنا تكسير، بتكسير العصيان وتكسير معتداء على الامن المركزي واعتداء على الملتقيات العامه اللي قدام المحكمه، وال بخوف الشباب ال طيب اتعرضت على النيابه؟ اتعرضت على النيابه. النيابه عسكريه ولا نيابه مدنيه؟ لا مدنيه. هم كانوا عايزين يحولونا عسكريه بس. اتحاد التجره ازاي؟ اتحاد التجره ازاي؟ يعني وبصراحه مفيش دلوقتي عدل. مفيش نائب عنه زي ما هو. لسه بيظلموا. ايه اللي حصل؟ انا عايزك تحكي لي اللي حصل معاك كشايل عين. اللي حصل ان دخلنا النيابه، وكيل النيابه بيكتب كلام ان احنا اتعدينا على امن المركزي يعني وعملنا يعني خوفنا الناس اللي في الشوارع. امن مركزي وبعدين؟ التهمه الثانيه اعتداء على قوات الشرطه، وايه الثانيه؟ اعتداء على قوات الشرطه واعتداء على الملكات العامه واعتداء على يعني الناس اللي ماشيه في الشارع. ادالك خلاص سبيل بقى بضمان مالي ام 200 جنيه 200 جنيه يعني انت قعدت ايه اليوم الاثنين والثلاث؟ طلعت امتى؟ طلعت امبارح بالليل على العصر. الساعه كام؟ على الساعه 5. من النيابه ولا من الاسم؟ من الاسم. اسم ايه؟ اسم تاني، تجمع تاني. هل وانت حصل عليك اعتداء اثناء التحقيق؟ لا والله هم كويسين، بس هم بصراحه كانوا عاملين بتاع 15 عربيه امن مركزي على 12 فرد بيتهموهم وهم اهالي الشهداء واهالي الثوره. انت معاك ورقه شباب الثوره؟ ايه الورقه دي؟ ورقه بتاعت الجلسه بسرعه محاكمات اهل الشهداء واستدعاء الثوار اللي كانوا في وسط اهالي الشهداء. بيقولوا ان احنا بنعمل فوضى قدام المحكمه، هذه اخطاء. الحزب الوطني بيجيب بلطجيه مع مؤيدين مبارك. يا جماعه اصحوا فوق يا مصريين، النظام لسه ما سقطش. هذه مذهله للثوره، بيدفنوا الثوره بالحياه، بيموتوا الثوره، بيموتوها في ميدان التحرير. والمجلس العسكري مش مشترك مع وزاره الداخليه. طب انت النهارده حضرت الجلسه النهارده الاربع، ولما تخشى ما يحدث لك؟ هي جلستنا يوم الخميس مش يوم النهارده انت جاي تحضر جلسه حسن مبارك؟ انا جاي احضر حزب الوطن ان احنا عمرنا عيننا ما تتكسر، نتاخد ونتحبس وظلم. ها وحتى المساجين اللي جوه السجون بيقولوا احنا مظلومين، احنا المقامير بتاع الاسم والناس دي واخديننا من باب للطاق. عندك جلسه بكره ايه؟ جلسه ايه؟ جلسه سرعه محاكمات اهل الشهداء
وشباب الثوره اللي كانت مع اهل الشهداء في المحاكمه. انت بكره رايح جلسه يعني؟ رايح ان شاء الله بكره الجلسه. شكرا شكرا.